أمل البلاد على رقي شبابها إن كان حياً لا تخاف زواله. ليس أبلغ من هذا في ترجمة دور الشباب في البناء. أدوات تشتيت وإلهاء الشباب على المشاركة في البناء كثيرة ومنتشرة هنا وهناك، بينها المواد المخدرة والتي تنشط عمليات تهريبها بشكل واسع بسبب الوضع الأمني المتردي. ما يقارب 40 مليون حبة من مخدر ترامادول هي آخر كمية ضبطت من قبل جهاز الجمارك بميناء مدينة مصراتة. حاول البعض تهريبها إلى داخل البلاد. عند فتح الحاوية تم وجود فيها بضع قليل من الملابس، وبعد ذلك تم وجود عدد كمية هائلة من الكراتين توجد بها ترامادول. ما ينقص عمليات القبض هذه هو الإعلان عن الجهات والشخصيات التي تقف وراءها، فتبقى شخوصهم وهدفهم مجهولا وإن بدا جليا. حادثة توقيف على متن حاويتين قادمتين من الهند لصالح شركة تجارة ملابس ومنسوجات، وهي في الأساس مخصصة لغير ذلك، يدعو لليقظة والمزيد من التحري وسط محاولات مستمرة لربح المال على حساب صحة الشباب. وحين تواجدنا في ساحة الرواد يعني تم الاشتباه بها بجهاز الكاشفة، وتم ضبطها من قبل وحدة التفتيش الآلي مصراتة. يعني شحنة ميناء مصراتة ليست هي الأولى من نوعها، بل سبقها خلال العام الجاري شحنات أخرى، إذ كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الحصيلة بلغت نحو 40 ألف كيلوغرام من مخدر الحشيش والكوكايين، بعدد قضايا مسجلة تجاوزت 100. المتهمون فيها اختلفت جنسياتهم بين ليبيين وأجانب. وإن تنوعت الأشكال والأنواع، إلا أن الهدف والمصير واحد، يكمن في تحطيم جيل بأكمله وإفشال كل مخططات التقدم. ومع ذلك تبقى الأمال معقودة على تحرك المسؤولين لإيقاف مثل هذه الجرائم.